تحية لكم مشاهدينا، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في محطتنا الأخيرة. نتعرف على تفاصيل الملتقى السنوي للباحثين الذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وعلى هامش هذا الملتقى تم الإعلان مشاهدينا الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي بدورتها العاشرة. تفاصيل مختلفة برفقة ضيوف هذه المحطة. أرحب باسمكم مشاهدينا بمدير دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار علي بن عبد الله المسكري. مساء الخير أستاذ عبد الله. علي حياكم الله في برنامج من عمان. مساء النور أختي بيام، شكرا على هذه الاستضافة. الله يخليك. كما نبارك ونحتفي بالفائزة في فئة حملة الدكتوراه قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بالتحديد في الجائزة الوطنية للبحث العلمي بدورتها العاشرة الباحثة الدكتورة عالية بن طالب بن علي الفارسية. مساء الخير دكتورة، نرحب بك في برنامج من عمان ونبارك لك الفوز في هذه النسخة. مساء النور الأخت بيان، الله يبارك فيك وشاكرة استضافتكم اليوم. أستاذ علي، نود أن نبدأ من الملتقى السنوي للباحثين، نعرف المشاهد الكريم على هذه الفعالية السنوية. تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الملتقى السنوي للباحثين سنويا مثل العادة يكون في شهر ديسمبر، وهذا العام نحن في النسخة العاشرة. انطلق هذا الملتقى من 2014 والحمد لله استمر سنويا. هذا الملتقى يتضمن العديد من الفقرات مثل ما ذكرتي، تكريم الفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي، إقامة معرض مصاحب للفائزين بالجائزة الوطنية، هناك جلسات مصاحبة يتم نقاش بعض المواضيع، أثر البحث العلمي في القطاع الأكاديمي وأثر البحث العلمي في القطاع الصناعي. أيضا هذا العام تم توقيع العقود البحثية لبرنامجين، برنامج تمويل المؤسسي المبني على الكفاءة وبرنامج دعم البحوث المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى بعض الحوارات الجانبية تكون بين الباحثين وصناع القرار. وهي فرصة لتبادل الخبرة بدون أدنى شك من خلال هذه المظلة الوطنية تنظمها الوزارة سنويا دعما للحراك البحثي في عمان. نود الحديث عن البحوث الفائزة في الدورة العاشرة بالتحديد. الدورة العاشرة انطلقت في شهر مايو 2023، تم الإعلان عنها. طبعا تستهدف فئتين، فئة حملة الدكتوراه والفئة الأخرى فئة الناشئين من غير حملة شهادة الدكتوراه. هناك ست مجالات أو ست قطاعات تنافس عليها الباحثين: قطاع الصحة، قطاع التربية الموارد البشرية، قطاع الطاقة والصناعة، قطاع نظم المعلومات والاتصالات، قطاع البيئة والموارد الحيوية، وقطاع الثقافة والعلوم الاجتماعية. وهذا الباحثين يتقدموا ويتنافسوا على هذه الست القطاعات، ثم لاحقا يتم تشكيل لجان تقييم متخصصة من خارج الوزارة، لجان محايدة يتم تقييم البحوث. وعدد البحوث اللي تم استلامها هذا العام 249 بحث موزعات على فئتين: فئة الدكتوراه 170 بحث، وفئة الناشئين من غير حملة شهادة الدكتوراه 70 باحث. ولله الحمد تم اختيار الفائزين في الجائزة الوطنية وتم تكريمهم اليوم في الملتقى السنوي. يعني بحث من 170 بحث بالنسبة للدكتورة عالي، أعتقد أنه هذا إنجاز بحد ذاته لك دكتورة، ويدل على جودة ما تقدمين في هذا السياق البحثي. أود الحديث عن فكرة مشاركتك في هذه الجائزة، من أين جاءت وكيف بدأت؟ أولاً أبدأ حديثي بشكر الله سبحانه وتعالى أني يعني وصلت لمنصة التتويج اليوم. صراحة مثل ما تفضل الأستاذ علي، هذه الدورة العاشرة، فهي كانت تقام في السنوات اللي قبل، وسبحان يمكن كنت أنا في فترة، خلينا نتكلم كذا بالارتجالية والشفافية، كنت مهتمة بالبحث وكذا فترة، يعني بديت أشوف التتويج وكذا، فسبحان الله حطيت الفكرة في بالي. ولكن مع انشغالات في العمل في نفس خلينا نقول في قوقعة البحث نفسه، يعني انشغلنا حتى مايو الماضي. سبحان الله، أنا كذا أفر على الانستغرام اللي كنت أشوف حوار، وكنت بالنفس أخت بيان مع الأستاذ علي كان يتكلم عن انطلاق التسجيل لجائزة البحث، الجائزة الوطنية للبحث العلمي. فيعني كذا يعني احنا صاد علي سعيدين ان نكون جزء
جزء في استقطاب ايضا الباحثين. هي دائما جهود اعلاميه تقدمها الوزاره في هذا السياق في التسويق عن هذه الجائزه. راح نعود لك نتحدث عن مشروعك الفائز، لكن قبل ما نتحدث عن اهميه هذه الجائزه الوطنيه للبحث العلمي استاذ علي، وكيف ترى انطباع الباحثين خلال 10 دورات ماضيه؟ اختي بيان، البحث العلمي في عمان ليس وليد لحظه، يعني إذا رجعنا إلى شق الأفلاك، بناء القلاع والحصون، مناجم النحاس، صناعة السفن، أشعة سندباد، بدأت من هناك. بدأت من هناك، يعني نحن ليس وليدين لحظة في موضوع البحث العلمي، إضافة إلى الدراسة تحت ظل الشجرة، إلى الدراسة في المجالس في السوبل العمانية، إضافة إلى إنشاء المدارس الحكومية ثم المعاهد ثم الكليات ولاحقا بالجامعات، إلى إنشاء مجلس البحث العلمي، وإلى حاليا نحن في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. فالبحث العلمي هو سبل لكل الدول، هو سبل الحضارات، الدول تتقدم بالبحث العلمي. أهمية البحث العلمي، أول حاجة في زيادة السعة البحثية. هذه زيادة السعة البحثية راح يرفع مؤشر تصنيف عمان مؤشر الابتكار العالمي، والحمد لله هذا العام ارتفعنا من 79 إلى 69. واحدة من مدخلاتها هي موضوع التعليم العالي والبحث العلمي ودعم هذه البحوث. ايضا نشر ثقافه البحث العلمي لدى الباحثين العمانيين ولدى الطلبه ولدى الشباب في الجامعات. مخرجات هذه البحوث تتحول الى شركات ناشئه، الى ابتكارات، الى مخرجات، وهذا هو الاقتصاد مبني على المعرفه. الحين الابتكار يقود الدول في موضوع الاقتصاد. صحيح. فالبحث العلمي مدخل رئيسي للخروج بشركات ناشئه مدفوعه بالابتكار، واليوم في الملتقى ذكرنا 3 قصص نجاح بدات في البحث العلمي، وحاليا في بعضها منها شركات صارت توظف موظفين، تدخل يعني تدر الدخل لأصحابها. فهدف البحث العلمي مش فقط إن بحوث وتكون حبيسة الأدراج، لا، هدف البحث العلمي إيجاد حلول للتحديات، إنشاء شركات، ثقافة المجتمع تتغير بالبحث العلمي. ولله الحمد، يعني نحن فخورون، يعني 2014 كان عدد المتقدمين الباحثين 86 باحث فقط. نحن الدورة 10 وصل عدد المتقدمين إلى 249 باحث. نعم، وهذا يدل على إقبال أيضا الباحثين وإيمانهم بأهمية هذه المسابقات أو الجوائز الوطنية في دفعهم لتقديم المزيد. نتحدث عن فائزة من 170 مترشح للجائزة. عندي فضول أستاذ علي بنتعرف على موضوع وفكرة بحثك دكتورة عالية. نتحدث عن فكرة مشروعك البحثي، أهمية أيضا هذه الدراسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومة. والله البحث هو كان عن الخوارزمية الغير تكرارية. طبعا المستمعين خلي يسمعوا، يمكن بالنسبة لهم طلاسم لأن الترجمة حرفية. أيوة، هي عبارة عن خوارزمية تستخدم للاستدلال. طبعا خلينا نقول تكمن جدة البحث العلمي هنا، يعني الشيء الجديد طبعا هي الخرائط المعرفية للاستدلال موجودة سابقا. فكرة بحثي تعتمد على تطوير هذه الخرائط المعرفية التي تستخدم في عدة مجالات، يعني من ضمنها اللي هو التنبؤ، من ضمنها التقييم، تطويرها بحيث أن تكون النتائج اللي نحصل عليها من هذه الخرائط المعرفية للاستدلال تكون ذات جودة أقرب وتحاكي القرار اللي يتخذه ذوي الخبرة في المجال نفسه. يعني وهذا شيء جدا مهم، يعني مثل ما أكد جلالته في خطابه في مجلس عمان، يعني على ضرورة إعطاء التحول الرقمي الأولوية. صحيح. في ظل هذا التسارع الجديد للبحث العلمي في مجال تقنية المعلومات، فأعتقد أنه كانت في وقتها. والاهتمام في هذه بالخرائط المعرفية للاستدلال، يعني والحصول على جودة فيها تحاكي جودة الإنسان اللي هو الإنسان في اتخاذ القرار، راح يعمل نقلة يعني جدا رائعة إذا فعلا استفدنا من هذا البحث واستمرينا في تطويره في مجالات يعني أعتقد مختلفة. أعتقد الجائزة راح تضيف منحة وبعد آخر لهذا المشروع خلال الفترة القادمة. أستاذ علي تحدث قبل قليل عن موقع البحث العلمي في عمان بشكل عام. أنا أود أن أتحدث عن أبرز الجهود تقدمونها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في دفع منظومة البحث العلمي من خلال البرامج، المبادرات، وصولا إلى هذه الجائزة الوطنية بدون أدنى شك. أختي بيان، نحن عندنا في الوزارة عدة برامج تدعم البحث العلمي. على سبيل المثال، برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة
هذا البرنامج مخصص للجامعات والوحدات الحكومية، ولله الحمد استلمنا ما يقارب 920 مقترح بحثي، تم تمويل منهم 314 مقترح بحثي بتكلفة 2,100,000 ريال عماني. أيضا هناك عندنا برنامج آخر معني بالمؤسسات الحكومية، هو برنامج دعم المشروعات الاستراتيجية، استلمنا ما يقارب 169 مقترح بحثي من الوزارات، طبعا 6 وزارات: وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة النقل والاتصالات، وزارة الثروة الزراعية والسمكية، وزارة وهيئة البيئة، ووزارة النقل والاتصالات، واستلمنا منها المقترحات وتم تقديم دعم لهم ما يقارب 800,000 ريال عماني. هدف يعني هذه المؤسسات راح تقدم وش التحديات الوطنية اللي التحديات اللي تواجهها داخل مؤسساتهم، وربطها بالقطاع الأكاديمي بهدف إيجاد حلول لها. عندنا برنامج تحويل المشاريع الطلابية إلى شركات ناشئة أبجريد، هذا من أهم البرامج الموجودة اللي عنا معنا. فهدف البرنامج إن إنشاء شركات ناشئة مدفوعة بالابتكار، ولله الحمد اليوم أحد قصص النجاح تم عرضها اليوم في أبجريد في الملتقى السنوي والباحثين. هناك برنامج دعم النشر العلمي، هذا البرنامج يقدم دعم للباحثين، لكل باحث قدم ورقة علمية بناء على شروط تم تدشينها هذا العام. وهناك العديد من البرامج والمشاريع اللي الوزارة تتبناها، وجالسين نحن نزيد نكثف من هذه البرامج إن شاء الله. يستاهل القطاع البحثي، وكما أكد قالت السلطان المعظم أيضا في أكثر من خطاب عن أهمية البحث العلمي والابتكار في واستهدافه أيضا من ضمن محاور رؤية عمان 2040. دكتور، نتحدث عن المراحل اللي مر بها هذا المشروع البحثي وصولا إلى النتائج، يعني أهم النتائج التوصيات التي خرجتي بها. ومثل ما أنا ذكرت، الخرائط المعرفية الغامضة خلينا نقول أو الضبابية كانت موجودة قبل، ولكن كان وأنا كنت يعني من الناس اللي مهتمة في هذا المجال، فكنت دائما يعني لما يعني نخوض في هذا المجال نحصل دائما يعني كنتائج إنه ما زال في ضعف، في إن هي أصلاً وظيفتها تعمل على اللي هو إنها على عدم اليقين في اتخاذ القرارات. يعني طبعاً كوننا بشر أكيد ما نحن تكون دائماً قراراتنا يعني صحيحة 100%، فعدم التثبت في اتخاذ القرار. فكنت دائماً وأنا أقرأ الأوراق أشوف إنه في فجوة في البحث، إنه ليش يصير هذا عدم التثبت، أو ليش ما يتم تعيينه بنسبة كبيرة يعني منذ البداية لتتفادى يعني نتفادى الخطأ وبالتالي اتخاذ قرار أنسب. فحصلنا إنه الخرائط الضبابية الموجودة، خرائط معرفية ضبابية الموجودة تعتمد على ما نحن نسميه في الرياضيات والحوسبة على المجموعة الغامضة من النوع الأول. وطبعا هذه كفاءتها في ضبط هذه اللي هي عدم التيقن خلينا نقول بمصطلحاتنا اللي هي الانسرتينيتيز جدا ضعيفة. فكان السؤال ليش ما ننتقل إلى مجموعة من الدرجة الثانية؟ كان هذا هو السؤال البحثي اللي دفعني إني أطور الخرائط اللي هي المعرفية الضبابية باستخدام اللي هو النوع الثاني من المجموعات الضبابية. إلى ماذا توصلتي من نتائج؟ قبل هذا الأخت بيان حبيت أذكر أنا واجهتني نقطة هنا، واجهني تحدي أن اللي موجود على النوع الأول، فعشان أطبق النوع الثاني الخوارزمية القديمة يحتاج أنها تتغير تماما. وطبعا كانت هذه النقطة الثانية في بحثي أني أنا اضطريت أني أستحدث خوارزمية جديدة. جميل. اللي هو أيوة لعمل الاستدلال في هذه الخرائط، ولله الحمد طبعا تم التثبت من دقتها باستخدام بيانات عندنا في كلية الشرق الأوسط. كل الشكر للكلية من العميد إلى الطلبة على جهودهم معي في هذا البحث، والحمد لله وصلنا إلى يعني خرائط ضبابية بخوارزمية جديدة قادرة على الاستدلال بنسبة تطابق الخبراء في المجال المعين اللي نطبق فيه الخرائط بنسبة أكثر بكثير تعادل 85% من اللي هي القرارات اللي نحن نستخدمها بالاستدلالات الإحصائية. وقد يكون هذا البحث أو المشروع نواة
لبحوث أخرى أكثر أيضا تعمقا في هذه الخوارزميات بشكل عام. نختم الحديث أستاذ علي، نتحدث عن تجويدكم لهذه النسخ، يعني دورة بعد أخرى، كيف يختلف المضمون؟ المضمون اختلف في الكم والكيف أختي بيان. يعني الكم والكيف، يعني زادت عدد البحوث المتنافسة، زادت في جودتها لدرجة أن المقيمين بعضهم يحتاروا بين يختاروا من أفضل ورقة علمية، لأنها تمثل باسم الجائزة الوطنية، يعني جائزة. صحيح. فزادت في جودتها، زادت في كمية عددها. أيضا الملتقى ضاف عدة فعاليات مثل ما ذكرنا، عملنا جلسات نقاشية، نعمل نراجع التحديات اللي واجهوها الباحثين في القطاع الأكاديمي، القطاع الصناعي، القطاع الحكومي، وأثر هذه البحوث في إيجاد حلول لهذه القطاعات الثلاثة. ولله الحمد يعني برامجنا ومشاريعنا بين فترة وفترة نحاول أن نراجعها ونقيمها ونضيف، مثل على سبيل المثال برنامج دعم النشر العلمي تم تدشينه هذا العام كأحد البحوث. نعم. بناء على تقييمنا من السابق، محتاجين برنامج. صحيح. لدعم الباحثين، وهذا يدل على حرصكم على تقديم الأجود دائما للمنظومة البحثية في عمان بشكل عام. نشكركم على هذا الحضور الأستاذ علي بن عبد الله المسكري، مدير دائرة بناء القدرات البحثية والابتكارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الباحثة الدكتورة عالية بن طالب بن علي الفارسية الفائزة في فئة حملة الدكتوراه قطاع الاتصالات ونظم المعلومات عن الجائزة الوطنية للبحث العلمي بدورتها العاشرة. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. تبارك لك دكتورة من جديد. الله يبارك فيك. شكرا. وصلنا بكم أيها الأحبة إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، لا ختام أبدا لألق متابعتكم الطيبة. هذه تحية فريق العمل والمخرج عبد الله العمري. إلى اللقاء.